طبعا كل الجهد الكبير ده مش بيجي من فراغ، دي شهور طويلة من العمل، ومصر فيها كانت يعني الجهود فيها على قدم وساق بتجري زي ما احنا بنقول، مش بس المنطقة الخضراء اللي احنا بنشوف فيها عدد من المعارض والورش والحرف التراثية، لكن أيضا في مجموعة من الشباب المتطوعين اتجهوا إلى مدينة السلام وساعدوا الحكومة المصرية والدولة المصرية في الخروج بأبهى صورة أمام العالم. التنظيم الكبير والراقي لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ شارك فيه بالطبع مجموعة من المتطوعين، بدأوا من المطار واستقبلوا الوفود المختلفة ويسروا لهم عمليات التنقل وعمليات جوازات السفر وكمان نمر التليفونات اللي تداولوها معاهم علشان لو في أي استفسارات أو أي مشكلة يقدروا أن هم يحلها لهم خلال مدة الإقامة في المؤتمر. مبدئيا احنا بنبتدي نستضيف الباسنجرز من اول ما يبتدوا ينزلوا من الطياره، نسكان ذير باسبورتس، نقول لهم الفاسيلتيز الموجوده اللي البلد مخليها متاحه زي الجرين باسز، ترانسبورتيشنز، ايفريثينج. وبعد كده بنبتدي نخرجهم نركبهم الباسز لحد ما نتاكد ان هم وصلوا الاوتيلز بسيفتي بسلام. جم جنسات كتير طبعا، بيسالونا طبعا احنا بنعمل ايه بالانفورميشن احنا بناخدها، طبعا بنعمل حصر بالاعداد عشان نعرف الناس اللي هتحضر المؤتمر عشان نوفرهم برضو ترانسبورتيشن يتحركوا بيها، والاوتيلات بتاعتهم يبقى برضو سهله ان احنا ننسق برضو مع الجهات الامنيه يعرفوا يوصلوهم يبقوا عارفين هم قاعدين فين. احنا دلوقتي عندنا 5 لاينز بنقسم الناس عندهم عشان يبقى في ترانسبورتيشن اسهل ليهم، عندنا الريد واليلو والجرين والبلو، لاينز دول بيروحوا للترانسبورتيشن عشان الناس يبقوا عارفين هم من انهي، كل ترانسبورتيشن ليها باص لون معين، دول بتسهل لهم ان هم يتنقلوا من المطار على الاوتيل بتاعهم او على الحته الزون اللي هم رايحين. المفروض ان احنا بنقابل الوفود اللي جايه تحضر المؤتمر او تشارك في المؤتمر او سبيكرز في المؤتمر، بنبتدي نوجههم للجوازات او نبتدي نوجههم للشنط، ده اولا. ثانيا بنبتدي ان هو نشوف الترانسبورتيشن لاينز بتاعتهم عن طريق ان احنا بنوجههم للباسز الزونز اللي هم المفروض هيتوجهوا ليها. بنساعد الناس يوصلوا للباسز، بنعمل سكاننج للباسبورتس بتاعتهم عشان نتاكد ان هم معانا، وبعد ما بنسكان بنعرف اوتيلاتهم وكده عشان نوصلهم للاوتيلات ونبقى في كونتاكت بيهم عشان لو حصل اي مشاكل. Yeah, she explained us how to go from the airport to our hotel and then to the COP venue, how we can have a SIM card and how the transportation network works with a shuttle bus free for everyone. So yeah, I think that's all. And how we can have food in supermarkets around here. I am here at COP27 after being at COP since 2014. And this COP will be a very important COP because we must keep global heating below 1.5 degrees Celsius. Because if we go beyond 1.5 degrees Celsius, this will have catastrophic effects for the people living in the planet now and for the future generations. We came here by a plane and everything was very, very well. All people was very kind, very charmed. And we hope for this COP more comprehension, more understanding, and of course the good for everybody in the world that we live in.